الحكومة السابقة والحالية. 5 ملايين مواطن عراقي تطلب بضرورة التعديل، نحتاج إلى الغاء. قدمت كتلة سائرون. مناداتنا إلى وزارة الداخلية انطلاقا من المسؤولية الشرعية والوطنية. نحن نواب محافظة بابل، نواب محافظة البصرة، نحن نواب محافظة ميسان. العراق يتجه نحو الهاوية. حياكم الله مشاهدينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامج آخر السطر. ضيفنا في حوار هذا اليوم الأستاذ محمد صاحب الدراجي. حياك الله أستاذ محمد. أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ محمد. بصراحة يعني احتارينا بالتوصيف، الوزير الحالي، النائب الحالي، الوزير لوزارتين سابقة، القيادي في تحالف الفتح، فشنو التوصيف اللي حضرتك تحب أنه يكون إضافة لربما رئيس تجمع مهنيون للإعمار؟ فشنو التوصيف دائما اللي أستاذ محمد صاحب الدراجي اللي يحب أنه يوصفه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك وللقناة، وكل عام وانتم بخير، والشعب العراقي ان شاء الله سنة حلوة وجديدة. الشعب العراقي يكون مليئة بالخير والازدهار ان شاء الله. والله انا احب ان اوصف المهندس محمد صاحب الدراجة فقط. اي هذا يكون هني راحا وجن، ويمكن ضررها اكثر من نفعها كلهم. ما ضافت هذه التجربة؟ لا والله ما ضافت شيء، يعني اخذت ما اعطت. أي نبدأ يعني من تجربة وزارة العمارة والإسكان، شنو حققت محمد صاحب الدراجي سيواصل بنا إيجابا؟ والله إيجابا يمكن قبل التسجيل كنا نتحدث إيجابا. خب مو أنا اللي أقول شو قدمت، هذا المواطن اللي يمشي بطرق سويناها، ولا بشقق سكنوا بيها الناس، ولا بمشاريع بدينا بيها، قسم منها كملت قسم منها ما كملت. سلبا هذا كل من يتصدى للمسؤولية في العراق ما حد يرضى عنه يعني. فلذلك تشوف أكو ناس تحكي، ناس تحكي بعلم، ناس تحكي بجهل. فآثارها السلبية على حياتي الشخصية كانت أكثر بكثير من آثارها الإيجابية على صحتك. ربما صحتي وعائلتي وحياتي ووضعي كله زين. اذا حكينا على تجربه وزاره العمار والاسكان، تشوف ابرز منجز حققته بهذه الفتره قبل ان نتحدث عن تفصيلات انه استئزار حضرتك وكذا؟ الطرق. هيكو مشاريع طرق. اولا اغلب الطرق البينيه بين المحافظات صار السيادين قدر الامكان، الطرق الحوليه، طريق بغداد كربله، ولا طريق حلكيش، طريق الزائرين، تحويله المحموديه، و و و كثيرة يعني بحدود 4000 كيلو متر من الطرق تم بنائها. 58,000 شقة سكنية. وين هذه المشاريع ولا نفذت على الواقع؟ نفذت على الواقع بكل المحافظات، بس هي إذا عندنا نقص 2 مليون وحدة سكنية كان في وقتها، يعني 58 قد نسبة قد نسبة 58 مليونين. لا شيء، ما تقارن ولا تقارن. ما تقارن. شنو السبب؟ عندنا جيعان هواية، وبالمقابل يعني أولا هي البيروقراطية، ثانيا الجيعان اللي موجودة ما بها بنى تحتية، ثلاثة التخصيصات اللي كانت تعطى لوزارة الأعمار كان قليلة جدا، ما تتجاوز 4% من الموازنة العامة. مع العلم كانت أسعار النفط لا هي جد الموازنة 4% منها فقط يروح إلى هذا القطاع، قطاع الإسكان والطرق. فإضافة إلى أنه الدولة بصراحة غير قادرة على حل أزمة السكن. إذا ما نغير عقليتنا الاقتصادية وندخل القطاع الخاص في بعض القطاعات الحيوية المدرة للدخل، ما راح نقدر نبني دولة. لذلك أنا دائما أدعو أنه يكون الدولة موازنتها توجه قطاعيا نحو الانفراستراكشر أو البنية التحتية، وكل شيء به مردود مالي نحاول نمضي للقطاع الخاص يعني. عن طريق الاستثمار اللي موجود الان بالعراق كذبه كبيره. شنو يعني كذبه؟ كذبه ماكو استثمار، ما يعطيني مشروع استثماري واحد بالقطاع الاسكان يعني؟ بكل القطاعات، حتى مشاريع قطاع الاسكان يعطيني مثلا بوابه العراق مثلا، سقف نحكي تطلع دعايه يعني، مجمع بسمايه استثمار؟ بسمايه لا والله هذا مو استثمار، بس اقصد مثلا بوابه العراق اكو مجمعات سكنيه. وين بسكولاتها؟ لا اكو مجمعات اكو قاعده واحد، اكو شقه سلمت لمواطن
اكو بس مو يعني مشاريع قيد الانشاء لازم يشتغلون. قيد الانشاء 15 سنه صار لنا واحنا مشاريع بعدنا قيد الانشاء. الخلل مو بالمستثمرين او القطاع الخاص، الخلل باداره الدوله لهذا الملف. زين الدوله ليش ما تمشي بهيك مشاريع وهي تحل محل القطاع الخاص؟ عقليتها وعدها عقليه اشتراكيه، عقليه الموظف هي عقليه اشتراكيه. عقليه الموظف العراقي ضد الاستثمار. اكو فد ايادي خفيه تخرب اي شيء ينبني بالبلد. خفيه لو ايادي معروفه ما اريد اتحدث عنها. لا لا هي خفيه مثلا انت تعرفها مثل منظومه شبحيه. يكون مدير قسم هنا معاون مدير عام هنا يجيك باسم القانون يخرب لك كل شيء. مشروع مال بتروكيماويات كبرى معاون مدير عام والله الارض هاي عليها استثمار مع المعمل طحين لك يا شو زين وهذا ويا شركه شيل جاي يصرفون 11 مليار دولار يشغلون 10,000 ايدي عامله. لا مو احنا هاي اعطينا لابو المطحنه وهذا والقانون انا شو اسوي اي ودوني للنزاهه تريد تتوقع يعني ما زين ليش مستفادين من تجربه كردستان مثلا؟ اليوم تشوف اقليم كردستان بالاعمار على قدم وساق خصوصا مشاريع الاسكان المجمعات السكنيه يعني بكل مكان منتشره. كردستان بمركزيه شديده، احنا لا مركزيه المفرطه والديمقراطيه وحريه الاعلام ما تخلي واحد يشتغل. بكون ناس متضرره هم ما نيوكشن نحكي على الاعلام، الاعلام يسقط اكبر واحد يعني ايش يريد يشتغل. انت من الناس قلت لي والله الاعلام ما يباوع على الايجابيات يباوع على السلبيات. فاذا اذا 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 مسؤول يحكي وانت واقف له بس على السلبيات ما تذكر له ايجابيه واحده. استاذ محمد انه الايجابيه اي مفرده ايجابيه ينفذها المسؤول التنفيذي فهذا واجب. اما السلبيه فهذا دور انه انا اكشف السلبيه واعطيها للمسؤول حتى ينتبه له. يعني شو اسمه الله سبحانه وتعالى خالق الكون عنده ثواب وعقاب. زين انت ليش يصير يعني بس عقاب؟ لا انا ما انا شنو يعني الاعلام يا حاسب انا مجرد انه اكشف حاله ونطيح للمسؤول المسؤول حر بالتنفيذ. المجتمع 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 يعاقب ويثيب. فاذا انت المجتمع عينه هو الاعلام لذلك ما يصير تشجيع للمسؤول اني فيبني المسؤول شو يسوي؟ يقول لك انا كل شيء ما اشتغل حتى ما حد يحكي علي. زين بالمناسبه انت زين اكو هسه الان وزراء طبوا وطلعوا للوزارات ما حد جايبهم بالطريقه ابد ويتشدقون والله عمي ما حد حاكي عليه فد نزيه. بالله العظيم تروح تشوف له كتاب واحد من موقع مشروع واحد ما مسوي قاعد وساكت بس ياخذ راتب بالضبط. فهذه كان ظاهر افضل طريقه انه ابعد عن الشر وغني له. بس شنو انت قاعد ابعد عن الشر وابعد عن الخير؟ ظل قاعد بمكتبك روح الصبح داوم هاي اللي تريد اجازه هذا اللي يريد له ما ادري شنو اقعد انقل هذا ودي له هنا خلص وروح للبيت نام لا عندك بريد لا عندك مشاريع تجي الموجه الاستثماريه رجعها وكان الله يحب المحسنين وهويته هويه وزير. زين هذا والله عندنا هيك وزراء هي زين هذا نزيه ما حد حكى عليه. شوف له مشروع واحد ماكو. زين بالنسبه للفساد ما طرقت الفساد البيروقراطيه الفساد ما طرقت له طرقت البيروقراطيه اعتمدت على وسائل الاعلام كلها فساد. البيروقراطية أكبر فساد بالعراق البيروقراطية. شلون؟ إنه ما يسوي مشروع أو تعيق مشروع. شنو العالم يعني؟ كله العالم كله يا أغلبه حتى لو يأخذون كاش كومشنات هاي دبي ولندن وهذا هم يبنون شيء. صح. مو؟ إحنا كش ما ينبني. والكومشن ماخذ. ماخذ يأخذون كومشن حتى ما يصير بناء حتى مثل الصناعة. يأخذ كومشن بس لا يسوي لي مصنع. ياخذ كومشن من التاجر اللي يجيب الماده يوردها من خارج العراق يدخلها للعراق وبس لت ويعطي رشاوي لمسؤولين بس للشغل هذا المصنع اللي ينتج نفس الماده اللي انا اجيبها من برا ويا ويلك وسواد ليلك اذا شغلتها راسا فد اربع خمس قنوات ومواقع وهذا يسوي لك عرس. زين ليش ما مثلا انه مثل هيك انه عندنا هيك مسؤولين يعرفون هذه التفاصيل واكيد عايشيها انه يطلع يحكيها بالبرلمان. صارت عندنا هيك حالات محاوله استجواب وكذا وما اعرف ايش ويجي ويفضح مثل ما صار عندنا مثلا بوزاره الدفاع هسه بغض النظر انه كان سؤال كلام صح خام مصدق يعني هاي ذره مواد بالعيون. لا يعني مجتمع اللي يريد صدق يحكيه. انا الفت كتاب على هالموضوع اسمه رماد بابل يمكن مطلع عليه ولا لا دوله الخفيه في العراق.
أما هذا استعراضات بالبرلمان وشيء. شنو هذه الدولة الخفية؟ هي هذه المنظومة اللي تعيق كل نجاح في إدارة الدولة في العراق. يريدون يوصلون إلى حالة اللا دولة. وللأسف وصلنا إلى حالة اللا دولة. الآن إحنا اللي يحكم العراق مو الدولة، مجموعة السلطات، مرة سلطة دينية، مرة سلطة مالية، مرة سلطة إعلامية، مجموعة السلطات. يعني أصحاب النفوذ مو بالضرورة يكونون ضمن الدولة. يعني هذا لأن الإعاقات كلهن أغلبها سياسي نقدر نقول. يعني سياسي واقتصادي. سياسي واقتصاديات دول ولا اقتصاديات محلية؟ اثنين، الاقتصاد إقليمي، اقتصاد دولي واقتصاد محلي. منظومة اقتصادية. بعد 2003 شنو أكثر القطاعات اللي ضررت من مثلا الاستيراد العشوائي؟ الصناعة والزراعة أكثر قطاعين ضررت بعد 2003. أكثر دولة أثرت علينا؟ كل الدول. ماكو فد نسبة لدولة معينة غير الدول الأخرى؟ لا لا، كل الدول. ومن حقها الدول الأخرى تبحث عن مصالحها. إحنا اللي ما نعرف نشتغل. ما نعرف لو متقصدين بسبب الفساد. أكو ما يعرف، أكو متقصد. بالنتيجة ماكو إدارة صحيحة للملف الاقتصادي بالبلد اللي وصلنا إلى هالمرحلة. طيب هذه تجربتك بوزارة العمارة والإسكان. بالنسبة لوزارة الصناعة، شلون كانت هاي التجربة؟ والله تجربتي جيدة لمدة 8 أشهر. إيه ما تأخرت يا صح. إيه بس قدرت أسوي بها فد حسب يعني ما يقول المختصين وأصحاب الضمير. إنه قدرت أسوي نقلة، إنه أثبتت للجميع أنه في العراق ممكن أن تقوم قائمة للصناعة العراقية. صنع في العراق؟ صنع في العراق. كان جلود صار عليه ازدحام، معمل الألبان قام ينزل، الأسمدة مال البصرة اشتغلت، التصنيع العسكري اشتغل. زين سؤال بكل صراحة، حضرتك تشتري من معامل النسيج؟ شلون يعني؟ يعني من النسيج العراقي اللي عندنا الشركة العامة للنسيج مثلا تسوي ملابس سقوطة تلبس من عندنا؟ أيوة. وتاكل من الالبان؟ اي والله هاي موجوده بالثلاجه عندي لحد هسه سيد الزولي يعني. اشتري. طيبه يعني صنع في العراق فعلا؟ صنع. مؤمن بهذا المشروع؟ شلون مؤمن بالمشروع هذا؟ هي اكيد. هسه انت روح اشتري تركي ارخص من العراقي. ليش؟ بالالوان مثلا. العراقي فريش وما بي مواد حافظه. زين، من التركي بي مواد حافظه لمده 6 أشهر وشوف هل. بس هاي الاعلام نفسه العراقي مو زين. يعني اكو منظومه اقتصاديه عالميه تشتغل على ضرب الصناعه والزراعه في العراق. زين، غير صنع في العراق بهاي المده ال 8 أشهر، شنو اللي شفت بعد في المشروع ممكن انه يتطور وانه يجي مثلا الوزير اللي بعدك ممكن انه يكمل التصنيع الحربي، التصنيع العسكري؟ هذا مهم جدا. يعني وصلت مرحله انه احنا قذائف الهاون 65 دولار سويناها، بينما كان وزير الدفاع يستوردها ب 250 دولار. فأكيد يسوون ضجة ضد الصناعة العراقية. هذا من وراء دول دول واللي يستوردها ب 250. زين، حضرتك كنت من ضمن الوزراء الخمسة اللي استقالوا بزمن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي. شنو السبب؟ تكليف؟ أولا هو اتفاق سياسي انه احنا ننسحب من الحكومه، كان وزراء كتله الاحرار. هاي واحد. اثنين، نعطي فرصه رئيس وزراء انه خليه يجيب وزراء بمكاننا. ثلاثه، كانت حاله من التخبط في اداره الحكومه. نجي على واحده واحده. التوجيه ليش انه تنسحبون؟ هو حتى نعطي فرصه لرئيس الوزراء انه يجيب وزراء هو على مزاجه، حتى ما يقول الكتل السياسية فرضت عليه. وأيضا حتى ما نصير جزء من الفشل يواجه الحكومة في ظل الأزمة المالية. عندك خلاف شخصي يا سيد العبادي موضوع وقتها مال المدارس؟ لا، هو مو خلاف، موضوع كتبت نزلت رسالة في وقتها. أي موضوع كان مو صحيح منه. زين، خلينا نفتهم تفاصيل هذا الموضوع. تفاصيل ما لي علاقة، يعني موضوع المدارس بوزارة التربية. بس هو قبل الانتخابات رادوا يسوون في فيلم بعض المقربين منه، انطوا لجنة تحقيقية جابوا كم واحد من هذول الإمعات، طوهم بيت بالخضراء وعدوا بمنصب، ضربونا كم وزير حتى نقول انه السيد العبادي حازم وقوي وشجاع، بلكي يخلوا رئيس وزراء مرة ثانية. اعتقد هو الرجل يعني خدع من قبل مقربين منه هاي الفكرة.
وبالنتيجة ندور عليها ماكو. بعد رحنا للقضاء قالوا عمي ماكو قضية أغلقت، ما قضايا بال2011 مغلقة وناس بها بالسجن وناس عوقبة وناس. أصور خمس مؤسسات حكومية بالنسبة لموضوع المدارس. إيه يعني موضوع المدارس هي موضوع فساد كبير بي. وزارة التربية كانت مسؤولة عن إدارة هذا المشروع، وبعض الشركات العامة في الوزارات الصناعة والإسكان وغيرها، وتم التحقيق به وعوقبوا الناس، وناس طردوا من مناصبهم، وناس بالسجن لحد الآن، وناس هاربين، والملف مغلق لحد الآن. بيه بس هو يعني أثاره لأنه ما عنده غير شغلة، الباقيين كلها خاف. شاف لك كم وزير سابق ما عندهم ظهر، قال لك خلي. ليش ما عندهم ظهر؟ كنت حضرتك في لا 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 لا, لا 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 لو كنت عندي ظهر ما كان سوى واحد. لا بال2000 هو قالها قبل هاي قبل تشكيل الحكومة بهالسنة قالها ترى. زين نحكي عن التجربة الانتخابية لحضرتك، يمكن الوحيد اللي أنصف بالعدو الفرز اليدوي إنه صعدت على تعال الفتح. أي شلون كانت هاي ملابساتها؟ كان الفرز شلون صار؟ بالبداية قد حصلت على كم صوت؟ يمكن 6300. ما وصلت العتبة الانتخابية؟ ما كان عتبة انتخابية، بعد مسات ليكو مصفوفة. بعدين اجت اصوات من كانت ما عاديها. اتصلت باحد المفوضين القضاة، يعني القدماء مو القضاة اقصد. اها مو مجلس مفوضين. مجلس مفوضين تمام. قلت لهم هذه ليش ما كانت معدوده؟ لان مجلس مفوضين من القضاة قبلوا الطعن عدوا صناديق كانت موجوده في الموصل للحشد الشعبي. ف ما كانوا عديها سابقا؟ سألت المجلس المفوضين قالوا والله ما لحقنا نعدها، لأنه العد والفرز مع الحشد الشعبي والداخلية والهذا كان كله عد يدوي. فما لحقنا، صار عندنا ضغط كنا نعلن النتائج. فإجت تقريبا 480 صوت اللي غيرت المعادلة. هي اللي غيرت المعادلة. طيب أستاذ محمد نعود لنكمل حديثنا لكن بعد فاصل. مشاهدينا فاصل ونعود. حياكم الله مشاهدينا والجزء الثاني من حوارنا الخاص لهذا اليوم مع الأستاذ محمد صاحب الدراجي. وجد ترحاب بك أستاذ محمد. أستاذ محمد من كتلة الأحرار لتحالف الفتح، أكو فد رسالة فد شيء سبب هذا التغيير؟ لا خباني من استقالت من الوزارة، أنت استقالت من العمل السياسي ككل لمدة 3 سنوات. قلت لك قاعد تألف كتب، ومن اجت هذه الانتخابات تمت مفاتحتنا. بس أنا قلت أدخل مستقل بحزب المهنية للإعمار متحالف مع تحالف الفتح عفوا، ودخلنا في هذا الإطار الانتخابي. مهنيين حلو الاسم. أي هو مجموعة من أصحاب الشهادات والمهنيين وأصحاب الكفاءات اللي جمعوا بعمل سياسي معين. شو معنى اختارت الفتح؟ ليش من إصلاح العمر؟ ما كانك إصلاح سائرون. سائرون لا خب يعني كان عندهم قرار هم انه ما يكررون الناس موجودين. فما يعني ممكن الفرصه بمنصب او بشيء اما الفتح اضمن من سائرون؟ ما لها علاقه بالمنصب. شو المنصب؟ يعني اقصد انه ما كان سائرون ما يريدون وزير او نائب حالي انه يترشح لمنصب تنفيذي. هو انا مش تريد اروح منصب تنفيذي يعني اساسا. انا كان هالمره ناوي انه ابقى امارس العمل التشريعي. عمل باللجنة المالية تحديدا اختصاص يعني. أو اللجنة المالية أو لجنة الخدمات كان ببالي يعني. وبس اللجنة المالية لأنه فعلا أريد أغير من شكل الموازنة مال البلد. بس هو هذا المحور هسه عندي حاليا مشروع قانون الموازنة بعد ما أنه تشكلت لجنة برلمانية لمناقشة مشروع قانون موازنة 2019 مع اللجنة الحكومية برئاسة سيد وزير المالية. قدمته 47 فقرة كملاحظة على مشروع القانون. أبرز هذه الفقرات خصوصا اليوم نشوف أكو خلاف على مشروع القانون، يعني المحافظات الجنوبية متضررة، المحافظات يعني المحررة، كردستان. أبرز شيء هو شكل الموازنة ردناها قطاعية. سعر الصرف، سعر البرميل. إيش قد هو الإجمالي هسه العفو؟ إجمالي رقم الموازنة مال 2019؟ يعني أنت مشروع الموازنة يعني بحدود 130 مليار تريليون دينار.
اللجنه اللي تشكلت لبحث 47 نقطه او قدمت 47 نقطه ابرزها لجنه قلت لك تتعلق بهيكله الموازنه بسعر الصرف بسعر برميل النفط بتشجيع القطاع الخاص هوايه والله نقاط جيده بس ما اخذوا بها اخذوا بتسعه تقريبا اخذوا بتسعه هيك بسيطات يعني عن العين كلجنه ما شفتوا انه كان بها انحياز يعني مثلا النواب الاكراد انحازوا لموضوع عن زياده مخصصات البيشمركه رفع نسبه الاقليم ونسبه الاقليم بقت مثل ما هي 12.67 تقريبا بس هي هذه هي تنزل رقم ما تنزل بعد ان نطلع السياديات نشوف ايش قد الى اقليم كردستان 6 7 تقريبا جزء اي ما 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 تحضرني الارقام يعني ادري كان جبتها الموازنه وقلت لك زين اكو انتقاد هوايه صار على على يعني 19 تقريبا بالمئة من مبلغ الموازنه مخصص للقطاع الامني لقطاع الامن والدفاع يعني فاكو انتقاد انه احنا خصوصا انه سنه صار اكثر من سنه على اعلان انتقاد على القطاع الامن وقطاع الكهرباء والطاقه والنفط يعني الطاقة والأمن زين نبحث واحدة واحدة الأمن الاثنين إذن الاثنين 40% من الموازنة يعني 20-20 مناصفة؟ لا ما تحضرني هو 19 أنا قريت 19 وكسر للأمن تحب أجيب يعني الموازنة لا بس احنا احنا خصوصا موضوع الأمن والدفاع عام على إعلان التحرير ونخلص انتصرنا عسكريا على تنظيم داعش بس هو شنو أنت المشكلة بال بأعداد الجنود والشرطة يعني وين وديهم لازم نعطيهم رواتب اي ترى الموازنة بحدود 94 مليار او تريليون كلها رواتب وسلع وخدمات تشغيلية ما موازنة المشاريع استثمار اي تقريبا تبقى 34 هيك شيء ف 27 قروض فحقيقة احنا عندنا بس 7 مليارات 7 تريليونات 7 تريليون لمشاريع وتنشيط عجلة الاقتصاد. يعني بشكل عام تشوف انه هذه النسبة هي مستحقة باعتبار هي رواتب، لأن صار اكو نقد عليها بالنسبة لموضوع وزارة الدفاع أو القطاع الأمني. اي رواتب. رواتب وسلاح. بالمقابل شو تشوف إقليم كردستان النسبة الموضوعة يعني استحقاق؟ هم ما راح إذا ما يعطون النفط ما راح ياخذوها سواء 250 ألف. اي إذا ما يصدرون النفط ويطوع عن طريق سامو ما راح ياخذوها هاي موجود بالموازنه ايضا فاحنا نخلق محور صراع كاذب هو كل شيء ما راح ياخذوها اذا يطون النفط خلي يطون النفط بعدين بسيط خلي ياخذوها زين هم يقولون انه هم جايبين كتاب من وزاره التخطيط اتصور دائره الاحصاء هيك شيء اكون تصريح لنائب اليوم شفته ينص على انه حصه الاقليم كوفقا للتعداد السكاني وكذا 14% إذا هم إنه وزارة التخطيط تعترف هم لهم استحقاق 14% ليه صارت 12 بوينت؟ ليش صارت 17 قبل؟ كم سنة هي انصرفت ل 17 ما انصرفت هم نفس الحال من ال 15 منصرف هو بالنتيجة فاحنا ليش نخلق هذا الصراع وهو أساسا ما راح ينصرف شيء إلا ينطون النفط إلا يسلمونه ممكن يسلمون لو هذا شغل الحكومة يعني مو شغل الحكومة مو شغل طيب كلجنة لجنة مالية مجلس النواب اليوم احنا ننتظر تشكيل الحكومه الاتهام من استكمال الكابينه الوزاريه حتى نحدد رؤساء اللجان فاللجنه الماليه لمن راح تكون باعتبار ان احنا حسمنا وزير الماليه من الديمقراط الكردستاني عاده اللجان يعني اعتقد لحد الان نسبه معتد بها انه تكون لفتح للفتح محددين شخصيه شيء لا ماكو تحديد شخصيه شوف هي بعدين اللجان بالنظام الداخلي ترى تحكمها الانتخابات ما تحكمها التوافقات بس احنا كل شيء نسويه توافق. انتخابات داخل تقصد داخل اللجنه؟ اللجنه اي بس همينا نفس الشيء يعني هم بالتالي راح يتفقون على شخصيه محدده. يعني الانتخابات راح يترك الخيار لعضو البرلمان؟ اذا يترك الخيار خوب يترك لي بالجلسه مال مجلس الوزراء وخلي مجلس النواب ويصوتون على مرشح الوزراء. أي او رئيس وزراء اصلا يجي مع لا مشترك بانتخابات لا بكتله لا بشيء اذا انت توافق اي فاحنا الانتخابات عندنا كذب يعني كذب من هنا الناس راحت وانتخبت وصوتت تزويل الناس مو تزويل لا الناس اللي طلعوا كلش قليلين ترى ما تجاوزوا 18% وبعدين ما وين رغبه الناس تشكيل الحكومه اجت ناس نايمين للظهر ما يدرون شنو القصه اجوا وشكلوا حكومه ما عاش معانا تواصل مع المجتمع بالانتخابات وغيرها وهذا يعني
انتخابات هيك كذبه نسميها يعني شو تسمي؟ هو انت الناس الدستور شو يقول انه تصير كتله تنتخب يصيرون انتخابات كتله كبيره بالبرلمان جيب رئيس وزراء وشكل حكومه هاي ديمقراطيه هاي انتخابات زين اما ماكو كتله كبيره وتوافقوا فلان وفلان وجابوا فلان شنو علاقه الانتخابات خلينا نبقى بعدين نرجع له خلينا نبقى بمحور اللجنه الماليه اليوم شنو ابرز مشاريع القوانين اللي يعني تسعون لتشريعها بالدوره البرلمانيه يعني هو قوانين بس ابرزها قانون الاداره الماليه وقانون الشراكه بين القطاع العام والخاص كلش مهمات لازم حضرتك متبني هذا شنو التفاصيل هيك ولو ملامح بسيطه احنا لازم ندخل القطاع الخاص في اداره الاقتصاد بالبلد والا لن يقوم لنا قائمه اقتصاديه شنو الاساسيات هذه خطواته اذا احنا بيروقراطيه وفساد هو هذه يجب انه نعالجها بهذا القانون انه نفتح مجال للاستثمار ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي حتى نحسن طبيعه الخدمه المقدمه للمجتمع زين ايش بسيرش بسيط بالانترنت شفت اكو عندك اعتراضات على او ملاحظات على وزاره الماليه هيكليه الوزاره اداره الوزاره بالسنوات السابقه طبعا هسه الوزاره بعد ما لحقنا يعني لا هو انت تشوف الموازنه صار لها 15 سنه نفس الشكل ما تغير اثنين ثلاثه فقط يفتهمون بالموازنه بوزاره الماليه والباقيين ما يدرون شنو القصه فمو دوله مؤسسات شنو خطوات اصلاح وزاره الماليه هيكله طريقة إخراج الموازنة أن تكون هناك مؤسساتية واستخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات في إدارة الملف المالي بالبلد وشنو المالي؟ هيكلة الموضوع المصارف قانون المصارف وغيره مزاد العملة مزاد العملة مزاد العملة بالبنك المركزي ما له علاقة يعني ما يدخل بنفس الهيكلة ربما يحتاج لهيكلة ما حد يقدر يتحارش مزاد العملة شنو السبب؟ ها من ورا كلهم ورا منو مو ورا اها ولحد الان ولحد الان نهب بالبلد نهيبه من ورا مزاد العمله هسه زين الفرق قليل من سنوات الفرق ما ادري كم نمره طبعا هو هذا من اكبر المخربين للصناعه والزراعه في البلد هو مزاد العمله استاذ محمد نعود نكمل حديثنا لكن بعد فاصل الاخير مشاهدينا فاصل ونعود حياكم الله مشاهدينا مجددا وجدد ترحب بك استاذ محمد استاذ محمد لنعود لشويه الجانب السياسي اكو خلاف بين سائرون والفتح على وزاره الدفاع ووزاره الداخليه والله العدل وزاره الداخليه وزاره ايضا وزاره الدفاع من هناك صراع بين زي خلينا ناخذ واحده واحده الخلاف على وزاره الداخليه فالح الفياض اصرار من قبل الفتح وفيتو من قبل سائرون شنو سبب الفيتو شنو سبب الاصرار عناد أنا شنو؟ والله واحد ما عندي الأخ بدون سبب هي برأي واحد ما دا أشوف سبب يعني كسر حكاية يعني كسر حكاية وبالنتيجة يعني كل من إلى رأيه وكل من إلى عدد نوابه بالبرلمان عفوا وهذه من يصير توازن القوى متساوي بالبرلمان صعب يصير التمرير إما يتوافقون أو ما يتوافقون بس من يصير أغلبية لجهة معينة لا تقدر تمشي على راحتها زين يعني هسه الفيتو افتهمنا عناد أنه ممكن أنه نكسر هذا العناد الباقي المنصب باقي المنصب لكم ونرشح شخصية ثانية ونفضل هي العناد على الشخصية يعني كسر إرادات وأعتقد راح يتحلحل يعني ما يبقى هيك وبنفس المرشح ما أدري جزء غير مرشح يعني ما تشوف انه هو الموضوع بسبب يعني انسحاب الفياض من من النصر للنصر ومن هو هذا السبب الرئيسي ممكن يعني والله ما سأل على السبب لا سائل انتم ليش مصرين على الفياض ولا سائل انتم ليش ما تريدون الفياض مع العلم انه مو فقط اني اقول حتى بعض الاخوه بسالوا انه الفياض شخصيه محترمه و لها تاريخ سياسي وأمني جيد يعني طب 8 سنوات يعني تولى مناصب مهمة فيعني ما أعتقد الاعتراض على شخص الفياض هذا تحليلي الشخصي الاعتراض على كسر الإيرادات إنه ما تجيب فلان
الشخص يعني ثائر سياسي او هيك شيء اعتقد. زين، منصب وزير الدفاع بعد ما انه البرلمان اسقط المرشح فيصل الجربة، نشوف اكو صراع بداخل المحور الوطني نفسه، اللي هو انه جزء المحور الوطني اللي منضم مع سائرون يريد المنصب، يعني القائمة الوطنية مثلا، وبالمقابل المحور الوطني اللي مع البناء ايضا يريد المنصب، واكو مرشحين بالمقابل بين هذه المعادلتين، اكو مرشحين لا مستقلين. المنصب للوطنية تحديدا، تحديد الاصلاح بالوطنية، الوطنية بالاصلاح اي، بس هو هسه الوطنية منو؟ هذا السؤال يا علاوي. لا، الوطنية 18 نائب تقريبا، 15 نائب منهم متكتلين وجايبين مرشح زين، ونائبين مع اياد علاوي جايبين مرشح، فانطرح المرشح اللي جابه اياد علاوي ونائبين اثنين وياه، وين سقط بالتصويت؟ سقط. هسه المفروض ينطون فرصه للمرشح اللي يجيبوه ال 15 نائب الاخرين. زين، اليوم عندنا يعني المرشحين البارزين لمنصب وزير الدفاع هم هشام الدراجي ورئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، والفريق الركن عبد الغني الاسدي باعتبار فريق الركن عبد الوهاب السعدي استلم اداره الجهاز. يعني ثلاثتهم تشوف اكو توافق عليهم، بس اكو خلاف، اكو خلاف على بعض الشخصيات متهمه بشراء المنصب، واكو توافق سني على ربما هشام الدراجي تشوف حظوظه افضل. جيده حظوظه، بس اعتقد المرشح الثالث هو اللواء البرلماني كريم ابو سوده، مو مع كل احترامي وتقديري للاستاذ الاخ عبد الغني الاسدي وانه رئيس البرلمان رشحه، بس اكو توافقات مكوناتيه وتوازن سياسي بالبلد ما نقدر نغادره، ما نقدر نغادره للاسف، هذا يمنع تولي اي يعني الاخونا الاسدي لهذا الموضوع. اتمنى ان يجيب من اي طائفه وزير داخليه ومن اي طائفه وزير دفاع، بس ما يقدر نغادره. يعني اعتقد المنافسه محصوره بين دراجي وسليم الجبوري، و اما احدهما او يتوافقون على شخص اخر. تتوقع انه من السهل تمرير هذا الموضوع بالايام القادمه؟ اسهل من وزير الداخلية. يعني اذا العقده هي باستكمال تشكيل كابينه الحكوميه بوزاره. اقول لكم الشيعه، خلينا نحكي هسه، انا اضوج من المسميات، الشيعه عندهم عقده وزاره الداخليه، السنه عندهم عقده وزاره لكن عددهم العدل. الدفاع ولكن عددهم العدل، حتى بالمشاكل لازم يصير توازن. توافق، هاي بعد محاصصه توازن المشاكل. توازن هي اللي تطفها اذا اردنا ككلمه دستوريه نسمي المحاصصه توازن. بس مثل ما عرجت حضرتك على منصب وزير العدل، اليوم الاتحاد الوطني الكردستاني استنفذ كل يعني كل نقاطه بمنصب رئيس الجمهوريه، فبقت له حصه انه ممكن انه يرشح وزاره العدل. هو يرى يقول لك لا، انا ما اخذ رئاسه الجمهوريه بانتخابات عامه، ما اعطوني اياها البارتي. بس هو صار باتفاق. لا، ما صار باتفاق. ما صار باتفاق على المناصب التنفيذيه مقابل منصب رئيس الجمهوريه؟ لا، رئاسه الجمهوريه ما صار باتفاق. لا اقصد بين البارتي وال العمليه الديمقراطيه الوحيده هاي صارت هو انتخاب رئيس الجمهوريه الحالي. يعني توافق الكل عليه فعلا؟ ما توافق، لا مو الكل متوافق، يعني النواب هم صوتوا. انا موجود هنا، ما كان توافق ابدا، ما كان توافق. ولا طلع على من طلع على اثرها السيد فؤاد حسين. أيه. كان زعلان يعني من الجلسه في وقتها. ما ادري، ما شفته يعني من طلع. استاذ محمد، المشكله العمليه السياسيه اليوم كلش معقده، يعني تشوف اكو عده تقاطعات وعده مشاكل، ومن تريد تحلها ما تقدر تحل مشكله مجزأة عن الثانيه. لا، عمليه سياسيه معقده، هم العمليه السياسيه 7-8 اشخاص. هم واحد يضج من الله، عندهم شغلات تاريخيه ومدمر البلد. ترى لا عندنا عمليه سياسيه ولا ديمقراطيه ولا اكو لا حل ولا ربط، بس هذول الاشخاص، ولا تقول لي منهم، ما راح اقول لك اياهم. اختصرت السؤال. زين، المجرب لا يجرب، هاي مقولة المرجعية الدينية العليا والكل أعلن الالتزام بها. شلون اختارينا شخصيات مجربة؟ مثلا السيد عادل عبد المهدي رئيس وزراء هو مجرب واستلم مناصب تنفيذية عنده، شلون اختارينا؟ شلون اختاريته ومو اختارينا؟ كيف؟ يعني هو المجرب لا مجرب، ترى أولا ما قالوا هو الانتخابات، قالوها ترى بال 2014. ثانيا هو المقصود المجرب السيء لا يجرب، وانما المجرب الجيد يجب ان يعطى فرصه اخرى حتى. زين، معقوله هاي المفرده تفوت المرجعيه الدينيه العليا؟ هو بتقول المجرب السيء لا يجرب،
هي قالت المجرب لا يجرب واضحة. شو وقت قال؟ هسا قالتها بال 2014 قالتها بال 2018 ليش طلعوا ليش بال 2014؟ 2014 كان مقصود انه لا يكررون للمالكي لا اكثر ولا اقل. بس القسم منهم كلبوا بيها بهالانتخابات، هي حتى مقولات المرجعية يفصلوها كل من على مصالحه. زين يعني المرجعية مو معقولة انه هي بتعرف بهذه الاشياء ومدى تشوف الواقع يعني وحد اصواتها. يعني المرجعية العليا هي اللي قادرة ان تتكلم عن نفسها، يعني مو ناطقة باسمها اكيد لا، بس اقصد انه اليوم الكل يحكي باسم وبصوت المرجعية الدينية العليا، ولكن بالتالي هو يفسر اقوالها على كيف ما يشاء. بس ما اعتقد تدخل المرجعية بهيش تفاصيل دقيقة، يعني تلمح بس طيب خطوط عامة للمجتمع، يعني هي مو جزء من العملية السياسية بالنتيجة. طيب اليوم هناك رأي يقول بأن السيد عبد المهدي ضعيف وما عنده صلاحية أو سلطة لتغيير مرشحين بوزاراته، تتفق مع هذا المبدأ؟ يعني هو ما أخذ هذه الفرصة، هو تنازل عنها، ولا كان ممكن لو أنا بمكانه أجيب مرشحين وأدزهم للبرلمان، اللي ما يعجبه يصوت لا يصوت، اللي يعجبه يصوت يصوت، هذول أنا مختارهم، تريدون أشتغل تعطوني حكومة. ضغوطات؟ ما لم ألتقي به ولم أسأل. لا من كمتابع يعني للوضعية السياسية وحضرتك نائب. يعني المفروض أنه أنا أستغرب أنه هو ليش يصير خلاف على شيء معين، يقول لا أنتوا ولا أنتوا، أنا أجيبه خلاص يلا ويطرحه بالبرلمان، إذا تريدون سقطوا بالبرلمان. إذا يسوي هيك كل مرشح يجيبه راح يمر بالبرلمان، لأن أكو جو برلماني لمغادرة هذه العمليات التوافقية. يعني اليوم النواب كنواب بعيدا عن رؤساء الكتل هم يعني فعلا أنا أقول لك 60-70% من النواب عندهم قرار صار. طيب يعني هذا الجزء يقودنا لجزئية أخرى. اليوم صوتوا على برنامج حكومي وموازنة حتى الآن ما يعني ما مشرعة ولا وزارات كاملة. ما لا علاقة الموازنة ولا لها علاقة بالمنهاج الحكومي أو البرنامج الحكومي. ما هي تصريحات سياسيين، لازم تقرر الموازنة قبل نهاية السنة حتى نمضي بالمشروع أو بالمنهاج الحكومي. هو شنو العلاقة؟ المنهاج الحكومي يتحدث عن انفتاح الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص و و و و تجي بالموازنة كل شيء من هاي ماكو. ما قلتوا للجنة الحكومية؟ قلنا لهم ما يسمعون. يعني راكب راسه قرار عنده وخلاص انه لازم تمرر الموازنة بهالطريقة. بهالطريقة. أستاذ محمد صاحب الدراجي شكرا جزيلا على هذا الله. اللقاء الله. وشكر موصول لكم مشاهدينا الأكارم، على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى، في أمان الله. شكرا جزيلا. السابقة والحالية 5 ملايين مواطن عراقي نطلب بضرورة التحديد، نحتاج إلى الغاء، قدمت كتلة سائرون، مناداتنا إلى وزارة الداخلية انطلاقا من المسؤولية الشرعية والوطنية. نحن نواب محافظة بابل، نواب محافظة البصرة، نحن نواب محافظة ميسان. العراق يتجه نحو الهاوية.